نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة في العيد، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع الرئيس سيد محمد من فرقة الرئيس ابراهيم عبد النعيم للمزمار. اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك كل سنة طيب. كل المصريين كلها كل سنة طيبة وانت طيب بسنة. وعيد سعيد علينا كلنا يا رب. امين يا رب العالمين. سيد يعني المزمار معروف ان هو بيولعها، يعني لما بيخش كده المزمار البلدي بالذات الناس كلها بتسكت والصوت بيبقى عالي وجميل واحنا بنموت في المزمار البلدي. قولي الاول قبل ما نخش، قولي الفرقه اتكونت امتى وازاي وعملتوا ايه قبل كده؟ والله هي الفرقه متكونه من زمان، بس من احنا طلعنا لقينا ابونا وجدنا ابونا عن جد الجديد في الفرقه. طورتوا حاجه؟ عملتوا حاجه؟ طورنا الطبله. الاول كانت حاجه زي نظام جلد، تمام. دلوقتي طورناها بقت بلاستيك، بتدي صوت اعلى وبتدي شغل احلى من الجلد بتاع زمان. تمام كده. عرضتوا قبل كده حاجات فين؟ في بتلفوا محافظات وكده ولا لفينا كتير؟ انتوا اصلا منين؟ شرقيه. من الشرقيه، اجدع ناس. سافرنا بره مصر كمان. مثلتوا مصر بره؟ كان في يعني حاجات رسميه ولا حاجات بتبقى حفلات؟ حفلات. سافرتوا فين؟ سافرت مره لبنان ومره الامارات. ورد الفعل بره كان عامل ازاي مع المزمار؟ الناس اول مره تشوف حاجه زي كده هناك. ده في قطعه مزيكا كده فيها المزمار البلدي دايما، يعني في اغنيه لبناني على ما اعتقد، مش فاكره اسم الاغنيه، بس يعني فظيعه. تقلب الدنيا. الدبكه اللبنانيه. لا داخله معاها المزمار، في ميكس كده، ريميكس للموضوع. في اغنيه جمهوريه قلبي. ايوه هي دي غالبا. هي دي غالبا جمهورية قلبي، ناس كتير بتعشقها وهي أغنية حلوة. طيب أنا بقول نسمع ولا إيه؟ ماشي. يلا اتفضل. خش الدغدغة. أربع فادي. يلا باشا. We'll be right back.
حلو نكمل. ينفع نكمل؟ راح فين يا عم؟ كمل على طول، سمعنا على طول، عايزين نقعد نكمل. يلا باشا. عجباني قوي الطبلة المقلوب اللي هناك دي، جميلة حلوة ما شاء الله. تمام، اتفضل سيد. يعني احكي لنا لما يعني بتعرضوا قدام اجانب او كده، عرضتوا قدام اجانب قبل كده؟ احكي لي عن رد فعلهم، لان طبعا بالزي الجلابيه الفلاحي الجميله بتاعتنا والمزمار والطبله والحاجات دي طبعا بتخليهم عايشين في اجواء تانية خالص. يعني ما شفهمش قبل كده، يعني مش شافوا الحاجه دي عندهم قبل كده. هما الاجانب بالذات بينزلوا مصر عشان يشوفوا الطبل والمزمار، ينزلوا الاهرامات يتفرجوا على مصر، يشوفوا مصر ايه دنيتها، مش شايفين حاجه طبيعيه زي عندهم. طيب انتوا اعضاء فرقتكم بتختاروها ازاي، ولا هي مهنه متوارثه؟ هي مهنه متوارثه، يعني ابا عن جدا وراثه. انا لقيت ابويا كده وجدي كان كده. وبرده المزمار نفس الحاجه. انت بتعمل طبله ولا كمان بتعزف مزمار؟ طبله بس. طبله بس.
في اخويا، في اخويا اصغر مني بيلعب مزمار، وفي والدي بيلعب مزمار. العيله كلها عندنا بتلعب. اظن اللي بيلعب على المزمار لازم نفسه يبقى طويل، يبقى يقدر يعني. لازم يقدر. تتمرنوا قد ايه مع بعض؟ مع بعض ولا كل واحد لوحده وبعد كده بتتجمعوا؟ بنبقى مع بعض، كذا حد بيبقى مع بعضه، شغالين في فرقه معينه. نتمرن، لازم نذاكر. يعني انا بذاكر كل يوم، واخويا بيذاكر كل يوم. عندنا شغل النهارده مثلا في المكان الفلاني، لازم نتمرن على الشغل. عندنا فرح معين في خليج. بيطلب منكم حاجات معينه؟ ايه اكتر حاجه بتطلب منكم؟ الصعيدي. زي ايه كده؟ اديني امثله. دو شارد. دي جميله، بتطلب كتير. واغاني الافراح بقى، في اغاني افراح بتطلب. هو اصل الطبله والمزمار بيعملوا كل حاجه في الدنيا، يعني زي ما بيقول كده بالبلدي بيولعوها بجد. يعني بيرقص الخيل. فبترقص كل حاجه. الخيل بنرقص الخيل طبعا، بيبقى ليه مزيكا معينه الخيل بالذات. طب انتوا حافظين حاجه بتاع ترقيص الخيل؟ طب ما تسمعنا. عينيا. طب يلا. ماشي. يلا بيش. حاجه صعيدي بقى. حاجه صعيدي. ماشي. معلش هنتعبك بقى، فرصه واحنا بنحب المزمار ونسمع شويه. ماشي ماشي. خش تقسيمه، خش تقسيمه.
هديكوا راحه شويه، هنريحك شويه عشان احس الناس بتوع المزمار دول خلاص يعني طلعنا عينهم النهارده. قد ايه هند كانت بتقول لي قد ايه مستمتعين وانتم بتشتغلوا؟ يعني الواحد لما بيعمل حاجه بيحبها بيبان، يعني تمام. بيبان وبيبان النجاح بتاع العمل بتاعه، ف واضح ان انتم مستمتعين وانتم بتشتغلوا، دي حاجه جميله. دي شغلنا، ده شغلنا، ده الطبيعي يعني. احنا بنبقى في اي مكان لازم شغل، لازم تدي الشغل حقه. بتحب حاجه لازم تديها حقها. طبعا صحيح. عشان كده الناس بتنجح، اللي بيحبوا شغلهم هم اللي بينجحوا. الحمد لله الحمد لله. طيب عروضكم فين في القاهره مثلا؟ في معانا ناس في الاوبرا، وفي يعني شغلنا كتير، وشغال مع الاستاذه امينه، واشتغلت مع مطربين كتير، اشتغلت مع الاستاذ عصام كريكا، واشتغلت مع الاستاذ شيكو، اشتغلت مع ناس كتير. طب حلو ما شاء الله. هو احنا لطيف جدا ان احنا بنقضي العيد معاكم، وان انتم معانا كمان منورنا على شاشه الثانيه، وكل جمهورنا بيستمتع بالعزف ويستمتع بعزفكم والمزمار الجميل، لانه دي حاجه يعني مش بنشوفها كل يوم، يعني لازم نروح اماكن عشان نحضر ونتفرج على المزمار. انا عجبتني قوي المقطوعه بتاعت راس الخيل قوي. لا والله كله حلو يعني، كله حلو طبعا، بس يعني بنقول كل حاجه. يعني كل حاجه، اي حد بيطلب مننا اي حاجه بنقولها. تمام. طيب احنا وقتنا خلص للاسف الشديد، فاحنا عايزين نعيد عليك وعلى الاسره الكريمه وعلى كل اصحابك وحبايبك، كل سنه وانت طيب. بنقول لكل الناس كل سنه وانت طيب، عيد عليكم جميعا باذن الله، علينا وعلى امه المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله. وهنختم على حاجه هتعملوها لنا برضه، فاختار لنا حاجه بقى حلوه نختم بيها، حلوه زي اللي فاتوا دول كلهم. عينيا حاضر. طبعا بنشكر الفرقه، نورتونا رجاله، وكل سنه وانتم طيبين، تعبناكم استاذ محمد وابراهيم اخويا الصغير. تمام اهلا وسهلا. انا برضو قلت في شبه ده اخويا الصغير. تمام تمام خلاص، سمعونا بقى حاجه. اتفضل. ماشي.